نروح معاكم لتقرير من مستشفى عين شمس الميداني اللي هيبدأ العمل فيه من بكرة بإذن الله. المستشفى الميداني استغرقت تخيلوا 15 يوم بس علشان يبنوها، وده بيدل على انه المصريين لما بيحبوا يعملوا حاجه بيعملوها، مش بيفرق معاهم الزمن. 15 يوم بايدي مصريه. المستشفى بتضم حوالي 200 سرير، 167 سراير عاديه والباقي سراير عنايه مركزه. خلونا نشوف تفاصيل اكتر مع هذا التقرير. تعاملت الدولة المصرية مع فيروس كورونا المستجد بمنتهى الحرفية، والدليل على ذلك أن الدولة وضعت استراتيجية على أعلى مستوى، خاصة بعد بناء مستشفى ميداني بجامعة عين شمس لاستقبال مرضى فيروس كورونا. ابتدت كل جامعة عين شمس تزود الأماكن الاستيعابية للمرضى، بعد كده ابتدينا المسنين، دي مستشفى حوالي 120 سرير، والطوارئ القديمة أضافت برضو بعد حوالي 70 سرير، بالإضافة إلى رعاية البطنة دي فيها حوالي 37 سرير رعاية مركزة. طبعا كل ده عشان نستوعب المرضى للعلاج مجانا. المستشفى الحالية هي تم تجهيزها من الهيئة الهندسية في مدة قياسية في 15 يوم فقط تم تجهيز هذه المستشفى، طبعا بالتعاون مع مكتب الاستشارات الهندسية. باقي تجهيز باقي السرة اللي في خلال اعتقد 3 أيام ان شاء الله هتبقى جاهزة، ولازم نفتح كله هذا المكان اللي احنا فيه زائد المكان الاكبر اللي هناك عشان يستقبل المرضى من كل انحاء مصر. قيمة على مساحة 4500 متر كانت قطعة ارض فضاء ما بين مستشفى الشمس تخصصي ومعهد الطفوله وكليه الصيدله. هي كانت معده انها تبتدي هيتنفذ عليها مشروع خاص بالجامعه تعليمي، ولكن طبعا مع الازمه فرئيس الجامعه فكر في ان احنا هذا المكان يؤجل المشروع اللي كان يقام فيه لحين انتهاء الجائحه ويستخدم لاقامه هذه المستشفى الميداني. المستشفى دي هي تعتبر تجربه جديده نسبيا في مصر والشرق الاوسط، بحيث انها ما هياش مجرد خيمه، هو مكان هيعيش فيه ناس مرضى عندهم الكوفيد، محتاجين يبقى فيه درجة حرارة في الحر ده تبقى درجة حرارة مناسبة. المرضى لازم المخلفات بتاعتهم يتم التخلص منها بطريقة آمنة، سواء هي كانت بقايا أكل أو المخلفات الصرف الصحي، وده اتعمل حسابه. المستشفى الميداني دي خيمتين، سعة الخيمتين 165 سرير زائد 11 سرير رعاية مركزة. احنا الحمد لله الخيمه الاولانيه دي جاهزه للعمل، الخيمه الثانيه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه فضلها حوالي 48 ساعه وتخلص شغل ان شاء الله. بعدها ان شاء الله نقدر نستقبل باذن الله خلال هذا الاسبوع نبدا نستقبل حالات ان شاء الله. بالنسبه للادويه، بالنسبه للمحاليل، بالنسبه للمضادات الحيويه، المحاليل، مضادات التجلطات، الحاجات دي كلها متوفره. الاكسجين طبعا الحمد لله متوفر هنا، فالدنيا الحمد لله مستقرة. العين إن شاء الله بيتعملوا فحوصاته وبيمشي على خطة العلاج البروتوكول اللي موضوع. لا ننسى تضحيات الجيش الأبيض الذين يتقدمون للصفوف الأمامية. تحية للجيوش المصرية على مختلف الجبهات. دارين مجدي، 90 دقيقة، قناة المحور.